صبايا الان انا مفروض المشروع بتاعي ايش اسمه؟ انتايتلد دوت طلع هي اسمه فوق انتايتلد دوت بي ار بي ار او جي تمام؟ زمان كان بي ار او جي بس هم عشان ظهر النسخه الجديده صار برو بي ار بي ار او جي تمام؟ هذا اسم المشروع تمام؟ كيف بحفظه؟ طبعا زي ما حكينا احنا اول ما انشئ المشروع حنشئه بروجكت صح؟ بقول له سيف فايل سيف از منتشر معي بصيغه البروجكت نفسه هو بقول له سيف تمام؟ هاي الصيغه الاساسيه. طيب طلعي هنا انا بدي اجي على التاثير واعمل له زي هيك اغير في التاثير. خلصنا انا من المشروع انشئت وكل شيء وظبطت المشروع وعملت كل البروجكت بتاعي بدي اصدره لايش؟ لفيديو. انا بدي اصدر المشروع كيف بدي احمله على اليوتيوب؟ لازم يتصدر فيديو. بروح على فايل اكسبورت ميديا. لاحظ الميديا عندي هنا ايش؟ غامق او غير فعال صح؟ ليش غير فعال؟ ايش السبب؟ ليش مش محدد؟ اي مشروع كله محدد مش عامل سيف بالضبط. اذا عملت انا اي حركه هنا اي تعديل بدون ما احفظ المشروع ما راح يعمل اكسبورت. فبقول لي انا ما زلت في السيشن فلازم اضغط كنترول اس. كنترول اس ايش بيعمل؟ سيف بروجكت. شفت الشاشه اللي اجريتها قبل شوي؟ هي سيف بروجكت بيحفظ كل التغييرات اللي انا اجريتها. بقول على فايل اكسبورت ميديا. لاحظ الميديا هي هنا بيعطيني الميديا. بقول لي هنا اول شيء يعني اللي بيهمني كلها في الموضوع نوع التصدير. ايش نوع التصدير حيكون؟ فانا بستخدم يا اما اي في اي او ان كومبريست اي في اي حتكون حجمه اكبر غير مضغوط. اي في اي مضغوط هذه اي في اي ان كومبريست حيكون غير مضغوط حيكون حجمه اكبر. او بستخدم الام بي جي او ام بي 4 حسب اللي بدك اياه يعني. ممكن استخدم الام بي جي ام بي 4 ايه بيفرق معي في الحجم وفي المساحه وفي الكواليتي في الجوده. حجم يعني الابعاد حتكون اوضح يعني واضحه. في عندي الكواليتي جوده الفيديو نفسه بتكون عاليه. الاي في اي ان كومبريست افضل شيء بس مشكلته حجمه كبير على القرص يعني مساحه الفيديو حتكون عاليه كبيره جدا تمام. فممكن اختار مثلا ام بي 4 حاليا دارج ام بي 4 لانه جودته عاليه وحجمه منخفض افضل شيء تمام. هي اول شغله طبعا ماخذ اعدادات جاهزه. اللي بيهمني هنا في حاجه اسمها الاوتبوت. شايفين الاوتبوت يا صبايا؟ الاوتبوت او خلينا نحكي احنا خلينا اي في اي على الوضع العادي تمام. ام بي جي 2 ام بي جي بريت. لاحظ هنا ايش بيعطيني؟ دوت ام 2 في هذا الامتداد للفيديو. لاحظ هنا ايش؟ دوت اي في اي سيبيك الام بي 4 هذا ماخذها من الاسم يعني تمام. هنا بيعطيني ايش؟ دوت 3 جي بي. مين بيعرف 3 جي بي؟ هذه 3 جي بي هذه اصدار اللي هو الجوالات القديم الجوالات القديمه نوكيا. مين فاكر النوكيا اللي كانت فيها هذه امتدادات الفيديو تاعتها سيئه جدا كانت سيئه جدا. فانا رايي ما تستخدموها قديمه. فانا ايش ممكن استخدم؟ ويندوز ميديا بلاير اللي هي دبليو ام اي او الاي في اي. الاي في اي مناسب ومقبول. هنا في عندي علامه اكسبورت فيديو اكسبورت ايديو اوديو يعني صدر لي الفيديو صدر لي الاوديو. بس قبل في عندي الاوتبوت. شايفين النيم اوتبوت وين بدي احفظ؟ كليك بقول وين بدي احفظ لي اياه. احفظ لي اياه مثلا في نفس المشروع او على سطح المكتب. حدد المكان حفظ الفيديو. خلصنا خلص تقريبا هي الشغلات الاساسيه. انا بيعطيك سمري او معلومات عن الفيديو ايش ابعاده ايش العدد الفريم بير سكند والى اخره يعني عدد الاطارات في الثانيه. يعني مجموعة فصلات. بعد ما خلص بقول له ايش؟ اكسبورت. بيبدا ايش؟ يحول لي الفيديو. طبعا انت لاحظي المفروض ياخذ معي وقت اطول في اللي هو التحويل لانه بحول ثانيه. فاذا كان عندك مشروع كبير واذا كذلك حسب الفلاتر اللي انت مستخدماها عدد الفيديوهات عدد اللايرات اللي مستخدماها كل هذه بحدد حجم اللي هو او عمليه اللي هو بسموها التحويل. ايضا قوة جهازك بحكم كمان لازم يكون عندك رامات عالية كارت شاشة عالية. وبالتالي هيصدر عندي الفيديو ملف اسمه ايه؟ الفيديو كتب باستخدام كذا.
الفيديو عادي، ببدا ايش اقدر انا استخدمه واحمله وين؟ على اليوتيوب. اقدر احمله وين؟ على اليوتيوب. يعني طبعا هو بشكل عشوائي، شغل عشوائي، بس مش مشكله. في النهايه انه انا عرفت كيف ممكن انا اصدر اللي هو فيديو.